تمكن أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالمرداس من حج 3 قوارب بعرض البحر في عمليتين منفصلتين على متنها 24 شخص يهمون بمغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية. تعود الوقائع إلى ورود معلومات أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالمرداس مفادها عزم مجموعة الشباب تنظيم رحلة سرية عن طريق البحر انطلاقا من إحدى شواطئ ولاية بالمرداس. مباشرة تم تفعيل مخطط قائد المجموعة المتعلق بمحاربة هذه الظاهرة، أين تم حجز القارب الأول بعرض البحر مقابل شاطئ بلدية زموري وقاربين 2 بشاطئ أورسو على مثلهم 24 شخص، منهم 8 أشخاص من جنسية أجنبية، 7 جنسية مغربية زائد 1 من جنسية مالية. أسفرت العملية عن حجز 3 قوارب صيد و3 محركات، مبلغ مالي بالعملة الأجنبية قدر ب 900 درهم زائد 1259 أورو، مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدر ب 27575 دينار جزائري، 26 دلو سعة 30 لتر من مادة البنزين، 8 هواتف نقالة. سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة